صباح الخير، عادة الله لا قطعها، نفس الطريقة. قلنا سرير ونفرين، هو سرير. ليش السرير ونفرين؟ أنا ما أدري يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. تتميز الفجيرة شروق الشمس عندهم، شروق الشمس. سبحانك يا رب، الفجيرة ما فيها غروب، غروبها ورا اليبال. فلذلك الفجيرة اللي بي فنادقها ما يشوف ابو الطرف هذا، البر هذا، البقعة هذه، جد الساحل هذا، ما يشوف الغروب. في كل بلد يبين الشروق بين مكان وآخر، كلها فنادق، ساحبة كلها فنادق، يا غير بين فندق وفندق والفتش والثاني تلقط شيء، مساحة. المساحة هذه كلها للي الكشات والرحال واللي يسيرون ويون واللي يون تابع الدرب، يعني يسمونه تابع الدرب، اللي قابض الدرب الطريق يلقط له مكان وين يخيم، وين يجيبون هاي المالات، العربات، هاي المقطورات، الكربانة الأول يسمونها كربانة لو مقطور كربانة، هاي البيت اللي منحطب، لكن هاي نسيت والله يسمونها البيوت، هاي اللي قالوصة، شوفوا مكثارها. سبحان الله، وهيت الشمس واصل لين عندي أنا هسه والله، وهي التحين ساطع في تحيدون قالوصة اللي صورتها، هب قالوصة، مجموعة قالوصات الكربانات اللي تب اليوم في الشويهات، صورت الجماعة مسوين مشروع ما شاء الله، مسوين هاك المشروع الفنان صورته، كنت أتمشى على الشويهات وصورت شباب ما شاء الله عليهم مسوين يميع المشروع قالوصات مثل هاي، يعني صناعة روح محلية، مشروع فنان جميل صورته وحطيت الانستغرام مالهم، حطيت وحيل افراع المشروع مليون يمين ين، قالوا سكت وصلك اليوم قبل باكر. وكان انتم شفتوا من البعد، ابوي انا شفت شيء من القرب، كان انتم شفتوا شيء من البعد، شفت انا شيء من القرب، كان المغرب، كان بين المغرب والعشاء، حتى صليت عندهم، ترى ما كذب لي قال، كلام الليل يمحيه النهاري، كلام الليل يبحيه النهاري، هذاك يوم وهذا يوم. اي والله يا ربي، لا دمي لي يوعد ولا يوفي بوعده، لا دمي لي، ويا ليت حد قال لي ولا حد سوى سبع روحه، والله مليون يمين حلف هاي ليمن الغليظه ان لا توصل، وانه والله يا ابوكم ما شيء منه، مر ولا ضر. هي والله ما انا ما احتاج حق واليس ولا احتاج لهن هايل، يا اخي ما في بناتهم لي مني العرب شيء ويخلف. انا ابوي يسير ويب فنادق الحمد لله، وشي بيوت وشي استراحات في كل مكان، من ابو ظبي للفجيره، الفنادق والاستراحات والشاليهات، النا وصدقانا وربعنا وصدقوا يعني جماعتنا كلهم الله يحفظهم. شوفوا شلكم، انا نسيت اصلا الموضوع، نسيت ولا ذكرت الحين يوم شفت هاي الكربانات. اي والله نسيت الموضوع الحين، ترى شو الرياضيين ما شاء الله عليهم، رجال ويا حرمتي يتخابون هناك على البحر، يحب يظهرون على الطرف هذا. اي والله ما شاء الله عليهم، والله المكان جميل، زين فنان، جميع البحيرات، جميع الحيضان، جميع الأشياء. الفجيرة ما شاء الله عليها مميزة بشواطئها، ببالها، بطبيعتها، بعدة ثقافات فيها، روحها الفجيرة تتميز بعدة ثقافات، فيها مناطق جميلة لا تعد ولا تحصى. لكن سبحان الله، يعني نحن لقصورنا ان نحن اللي ما نسير ولا ني، هي دعنا اللي ياسين للمكان اللي تعرفه، والمكان اللي ما تعرفه ما تسير
هي البعد ما من بعد، بعد ما من بعد ابدا، ساعتين من بوظبي، من تتحرك من بوظبي لين توصل لجيري ساعتين، وبالاخص من فتحه والطرق هاليدي ساعتين ساعتين قاصر زايد، شيء بسيط يعني. ما ادري كيف يعني الحين ما نسير ولا رابضين بقعتين وحده، لما تعودنا على مكان تمينا عباده، ان عبده عباده ولا نسير لا شرق ولا غرب الا هو، هلال هلك الله، ما نسير نطالع مكان غير، ما نسير نطالع مكان يدي، لا ضرينا على هالمكان ولا نصبر عنه، وهذه عادة مبعد له ليست بحميدة. انك انت متعرف مكان تازم ابوي لا تعبده عباد، لا العدمي يسير وي ويغير ويطالع ويشوف اماكن الصيد عندهم يعني ما شاء الله محيط ممتد لين بر فارس، علمان من فارس، هي والله بر فارس علمان من فارس، هي العرب الاول، هي العرب الاول من يطرون البلاد، وهم يدانوا هي علمان من البلاد الفلانيه، هي علها زايل ومسلمينها ومسلمينها سالمين على عمارهم، هي يوم ما المكان اللي ما يدانونه يوم يشوفون آدمي لو حتى بالصدفة واي قطعة علنا بلا هالوي علنا بلاك الله العظيم حد من الواد بعد غير رمونة هنا أبوه بلاد الزول بكبرها وآدمي الله خالجنا ما تشوفونه علنا بلا هالوي وعد هالبغاية واللي يبوله علنا ما نخلو من هالوي إلنا ما نخلو من هالوي ولا من خلو من هالمقابل ولا هالمشاهد إيه عاد لي بول قلنا لكم بغاية يلا نرمس خلاف يوم إن شاء الله جميل والغالي يوم يسألون عن مغليه اللي يحبه ويقدره مثل اللي يسألونها وين محمد محمد هنيها مداوم وهو سالم مداوم ما تقول مداوم روحه لا مداوم وهو سالم ولا في العزبة وهو سالم ولا ظهر وهو سالم ها يوم يحبون العرب واللي ما يدانونه ظهر يعلى الله لا يعوده ظهر يعلى ما يهضل شو أقولكم والله أنها أمور 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 لم ينزل الله بها من سلطان أمور لم ينزل الله بها من سلطان هي والله يلا احنا نمس خلاف بعد ساعة بنسوي تشيكات شوفوا بالله عليكم توني هبي جالس أرمسكم حد جالس يصورني وأنا أرمسكم ما شاء الله عليكم يا المتابعين يعني الله يحفظكم يا ربي ما أقول عنكم شيء يا ربي طالع الزوم التليفون وين يا ابني من آخر الدنيا هم على البحر كالشاتة بيكون الحين بسير أصورهم لكم هاي الحين بنتي كيف بعرفهم على وايدين الكشات هناك ساي سيارة سودة ورين قدامها ضوء وين بعرفه أنا بروم أشوف ضوء ورايفة نص النهار حطيبة لا ما بي ما بضوء هذا مهرام قدامهم إلا سيرة طالحهم الله يحييك محمد احنا متابعينك من أمس متريق توصل الفندق ورا الكربانات احنا واقفين حياك قرب ما أقول عنكم شيء مقواكب تدروبهم وين؟ هذا الموتر ها هاي الهم الكشات حليلهم ما شاء الله ترهم قوم تبارك الرحمن مخيم عود سالين كشرة سالين عقولها بويها الدرام تنهم خيمهم كبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم سبحانك يا رب لا إله إلا الله ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم يا الله يحفظهم تهنيت بهالمخيم الله لا فرقكم على هاليمة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اي والله وين عرفوني انا هني في نص وين ابين في نص هالدنيا وين يبين لادمي في نص هالفندق طوله طول وعرض عرض اي والله
هذا مخيمها اللي صورني وين بعرفه بين نص هالوادم لو بشاكي وين بعرفه هذا اللي شفت يقول ضاع دم بين القبائل هذا اللي ضاع بالدم بين القبائل هي والله الأول يوم قال فلان الاثار في البقعة الفلانية نزيها الاثار يوم تعرف منو ليه جات اللادم اللي عندكم انتم ها طلاب دم يوم بيصيروا يدورون الدم عند الفلان قالوا والله ضاع دمه لأنه مش من قبيلة وحدة ها ظاهرين أبوي 20-30-100 قبيلة من كل قبيلة ظهر فارس واجتلوا الآدمي آدمي واحد من البقعة الفلانية قالوا والله ضاع دمه بين القبائل خلاص دمه هذا ما حد يقدر يحصله لأن طلابة الدم يطالبون الشخص اللي جاتل لكن يوم أبوي اللي جاتلين 1000 آدمي ولا 50 آدمي من كل قبيلة واحد في العرف الأبوي لكن الحين يظهرون اللي جاتل والله يظهرون لو بيصير وين يصير حرك الموتر هالأسود اللي بيظهرونه لو وين يندس يظهرونه اللي ضاع دمي بين القبائل هي والله عروف الأولية لا في السلك الأولي الحين يظهرون دي ان اي ما ادري منو وما ادري شو يصيرون ما ادري وين يجون يحطون شعر لادمي هاك القطوس اول فحص عرفوا انه يده جاي من الشرق ولا من غرب وخاله متنبي من الحير الفلاني وشو يظهرون يدود وين متيايين متنتين ما تروم تسوي لو الواحد بيرمسكم انت ما تصدقون هذا انا الحين شوف ايش قال غديد والله يا ابوك مني ترى صلاح بيخليني ها وينكم يلا الحين دقيقة بكون عندك يلا هي أقولكم هذا أنا شوف الله عليكم شوف الزين يخطف وقت ما أعرف عمري أقول بسم الله الرحمن الرحيم هالزين هالفارع باه إيش قايل فارع القامة باهي المنظر هذا أنا هي والله هذا أنا جريته سبحانك يا رب ما زين تبارك الرحمن كل شيء زين ليش لبسه هالنمونة لأن طالت عماركم الرحلة جبلية هو إيبال وديان هو مياهة وسير جميلة إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق يلا بنام صخرة حبيون يشلون شناط وبس والرب يتريون تحت كان حد يشتحن بعمر هكذا فهو أنا هي والله اشتحن بعمر أخير ما اشتحن حد من غير لا والله لزين تبارك الرحمن في طين لكن إن شاء الله بيخوز إن شاء الله زي شو أسوي أحب الصلاة صباح الخير صباح النور محمد وليش أنت نزلت الشنطة خليها في الغرفة روحهم بيون ينزلونها ليش يعني راكم تقول شيكات روح مبين شلو ليش انا طبوي زين شادي شفت والله عليك الله يحافظ ان شاء الله قيادتنا يبارك فيهم يحافظ شيوخنا كل حكامنا الله يبارك فيهم ويطول بعمارهم يمد وجلهم تحفظهم وتحفظ اولياء عهودهم وعيالهم واحفادهم ذكورهم واناثهم زوجاتهم وبناتهم وانسابهم وربعهم وشعب الامارات كامل واحد ورا الثاني كلهم مره ما يتم منهم حد انك تحافظهم وتحافظ كل مسلم يا ربي اي والله هذا انا بسم الله علي الرحمن الرحيم تبارك الرحمن خير الخالقين احباب كنسالة انت الرواعي وين راعي الزبا وانتي من عيمان وانت من دبا اختي ترى هي قلت لي زياره خوات دنيا ولا خوات صدق خوات صدق من لم اللبوة الله يحفظك ان شاء الله مرحبا 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 جزاكم الله خير ساكنات ويانا لا يعني جبل اسيان على يعني يعطيك العافيه يحفظك ان شاء الله يخليك شكرا جزيلا الله يرحم والديك لبيه الله يرفع عندك العافيه الله يطول بعمرك يخليك يطول بعمرك شكرا جزيلا بتيكم عيوننا ان شاء الله غير اليوم نحن جايين في لازم عرب وخلاف ان شاء الله
ما شاء الله. الله لا خلانا منك. شكرا شكرا طال عمرك. شكرا جزاك الله. يا رك الله يا ابو خليل. يا رك والله طالع العروس. هي يبع عروس لكن لازم تكون طولها متر متر مترين. ها والنعم شوفي يبع عروس تكون طولها مترين راس سليم فجرته رفيعه شقره ما يكون في وجهها لا فلفوصة لا بترة لا يرح لا شيات راعية بيت عندها بيزات موظفة معاها شأن 20,000 ها شيء لا لا بيبو يصير الرب خبلك منه يستاهل بو خليل في الجنة إن شاء الله اللهم الله يبارك شكرا شكرا الله يطول بعمرك لا خليت من شكرا 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 المرأة طالت عمرك كثر من جماعة عازميننا على ريوق أول بادي وين العيون هناك في الوريعة وخلاف الغداء ونحن أبوي تونا ندري كذا أبوي لا يمنا لين هذا من الريوق بس أنا ما أكلت وايد خفيف أحلف والله لازم وانت شربت عصير إبراهيم شوي أنا أبوي لتشيت أمري لتشيت كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا بطارق. طارق نحن وين بنسير الحين؟ الحين طعمك بنسير وادي الوريعة. هي. شلالات الوريعة. هي. منطقة معروفة محمية طبيعية. نعم. إن شاء الله بتعجبكم إن شاء الله. شو فيها؟ والله طال عمرك أول شيء فيها شلال ماي. نعم. هذا على مدار السنة. ما شاء الله. قيض وشتاء. قيض وشتاء. ما بلازم وقت المطر. لا لا طبعا أكثر شيء وقت المطر يكون موجود. يزيد. الماي يزيد. لكن على مدار السنة الماي تار. كم يبعد من فندقنا؟ فندقنا حوالي 3 ساعة إن شاء الله. ومن الفجيرة يروحها؟ من الفجيرة حوالي 45 دقيقة تقريبا. لكم من بقعدنا نحن الليل نحن فيها؟ ربع ساعة تقريبا. من ساعة من فندق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. والطريق هناك كت؟ الطريق قار معبد والله. هي مرة ليل العين؟ يعني قريب العين تقريبا 300 متر اللي هي نمشي فيها. زين زين. لما نوصل العين. زين. شكرا جزيلا. كان بعيد. إن شاء الله. This one for you. Use it. Don't give it to anyone. Only for you. Thank you. اي والله شفتي قاعد يطالعني قلت له يصير خلاص يطيح عندي سد ولا يخترب ولا شياته مشيت وعطيته واحد اي والله من العرب يوم تبى شيء منه قال لا مارو ما عندي مال الا وتلقطه هو مفسفس الدنيا كلها يقولون عنه يسرط الهيب ويغصب بالابره ابراهيم ليش ما تعرف شو معنى كلمه هيب انا اعرف شو معنات كلمه هيب تعرفها؟ ايه نعم شو الهيب؟ العتلة ايه لا العتله الصغيرة لا العودة هاي لا الهيب العود ادري بتربون لكم عود عود هذا الهيب ايه؟ واللي ادنى عن عتله واللي ادنى هي اللي اصغر واللي اصغر بعد شيء يسمونه خصين اربع خمس مسميات وحد هي خصين مال لحم هي يا الله ترى بعد هاي بن عم السطاطور هذا ها؟ أساس عرفت يعني شو يعني ليش ما تعرف الهيب أساس تشرحوها يعني شرح بوقعة تشرحوها ما في أقولكم بشكلكم من أغنية من الأغاني اللي أنا الأول أحبها من ضمن الأغاني اللي أول أنا أحبها جيتك من عرعر ساري ماشي على رجلي ومن ضمن الأغاني اللي أحبها بعد الأوليات يعني هي دي يابا هذه بشكلكم إياها غنية من الأغاني الجميلة ما علي لو بطول عليكم عادة مفروض تخطف الغنية للموسيقى لكن هو أحلى ما فيها الموسيقى الله الله
العليا قلبي قابل قاع يا عنيدي يا با ويلي ويتي متديا عيني وما يا عيني يا عنيدي يا با. هم الأغاني اللي أنا عشقهن الأول يسوى هالي وكل الغرابة ويا عنيدي يا با. وديفي لك عود التالي الليل يا حنيد يا يابا ولي وديك وليفي والحجة الحلمان يا حنيد يا يابا يما وبجي حكاتي عيني وما يحيني يا حنيد يا يابا صوت مجملة يا غير ربابة هاي ما يغني إلا على ربابة. شوف الله عليكم الفجيرة هذه هي الفجيرة هذا جمال الفجيرة وهذه هالفجيرة هي هالفجيرة الأكرام ديوان اثنين يا حنيد يا ياما وليش من هذا بس المسير اللي خطفنا عليه اسمه مسيد البدية من أقدم المساجد له تاريخ عريق أترك المعلومات للمختصين يدلون بهالأشياء. شوف المزارع بالله عليكم شوف المزارع شوف المزارع تغني يا ليل نخيل نخيل كلها هذا أنا أشوف كلها هنابي غبيب الأول الهم بهالكثر وهز المزارع يلقطونهم في الباطنة وفي الحير في الفجيرة من استوى الدنيا فيها هنبة وفيها زراعة لكن تبارك الرحمن مع ازدياد الكثافة السكانية وعشقهم للزراعة آزمة الدنيا أبوي تحرر شيء نخل يسمونها البطرانة نخل في فلي العوفي في الباطنة يسمونها البطرانة كانت تعود ملكيتها كانت ولا تزال لحياة الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان ولد عمك انت يا شيخ زايد الله يغفر ويرحمه ويرحمهم أجمعين فلذلك من 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 ضمه من كثر ما هي غليظة يسمونها البطرانة بطران من حجمها ومظلمة اللي يدخلها من الشرق يظهر من الغرب يدخل الصبح يظهر المغرب كانت همباها لا يعد ولا يحصى من كثرة ماله 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 من يلقطها من كثرة وخلوا سبيل لله في حب الله للسائر والياي وصدقه عن الأحياء والأموات وكانت وما زالت نخل البطرانة ظلمت وحده سبحان الله شوف الهنبة والله طلع عندهم فرخ الهنبة ما شاء الله عليك يا الفجير هنباهم أبوي فرخ تبارك الرحمن الهنبة أبوي الهنبة كل مفرخ وغادي أبدل كل عكروش تحرها كشة تبارك الرحمن أبوي دوم كل شيء موسم عندهم هالفجير كل شيء أبوي يظهر عندهم قيض وشتاء ما يونون تبارك الرحمن شيخ محمد بن خليفة يعله الجنة من عياله الرجال الشيوخ الشيخ ضحنون بن محمد والشيخ سرور بن محمد والشيخ مبارك بن محمد والشيخ حمدان بن محمد والشيخات الشيخ ميثة بنت محمد والشيخ حصة بنت محمد والشيخ عاشب بنت محمد والشيخ حمد بنت محمد واليازي بنت محمد كلهم ما شاء الله والشيخة فاطمة بنت محمد تبارك الرحمن كلهم بنات الشيخ محمد بن خليفة بن عمك انت يا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نعم اي نعم والشيخ خليفة بن محمد الله يحفظه ويطول بعمره فأقولكم ان والنخل هاي ما بحين من ظهر البترول قبل البترول بعشرات السنين يعني ما بالبارح واليوم فلذلك العلاقات والحلال والمال والجاه هذا كل ابوي من استوت الدنيا ما بشيء جديد الممتلكات الخارجية للمعازيب وللشيوخ وللناس العامية وللي عنده كل اللي عنده ابوي بغى يقدر ياخذ في عمان ياخذ في الكويت ياخذ في البحرين في شرق وغرب مني منك في كل مكان العقار
موجود في كل مكان. والنخيل والأول أكثر شيء عادي عيبهم النخيل، لأن يطنونهن وتطنى النخيل ويستفيدون منهن من كل شيء تبارك الرحمن. هذا أبو يطريج، هذا محمية وادي لوريع الوطنية، هذا طريق. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، حياك الله. أنتوا هني شو تشتغلون؟ أنا أشتغل كجوال في المحمية. بارك الله فيك. حماية المحمية دوريات وهاي. زين زين زين، شكرا جزيلا، الله يرحم والديك. هاي أول محمية جبلية بالدولة. زين. أول محمية وطنية. نعم. ومحمية راضي رتبة، ومحمية يونسكو، والمحميات يرحم للحمى للطيور. هي. يعني ان شاء الله نبقى نستانس ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. فكلها وديان اللي تشوفونها، هاي اللي تشوفونها اللي بال مقصصه كلها مخاطف وديان. ابراهيم يكون يجينا القاصر العام يتحيد في روس اليابان. يا الله المأساة، المأساة. ودك تعود؟ لا حاشا والله، حاشا ما اصير هذاك السنة. هي ترى نفس التضاريس ونفس الشيء اشوفه، هاي بداية العام يوم سائرين هالنمونة نضحك مبسوطين ورقم واحد ما وعينا الا هذاك ما صابنا. شوف الله عليكم، شوف الله عليكم، شوف هذا مخطف وادي. مكان ثلج قار، هذا اتصالات كل شيء ابوي. شو ياك ابراهيم؟ ها؟ شو ياك؟ ما يعني شيء. ليش ودرت السواقه؟ يا ابوك يخوف هالمكان. والله لا يخوف ولا شياته. شوف ما زينه، شوف ما زينه. الا ابوي اللي ما يعرف اللي ما بضاري على السواقه، ما بضاري على السواقه. لا لا ضار على السواقه، لكن التضاريس لا بيحشر. لا يا ابوك لا يخوف ولا شيء، ها صوالين تمشي ساير جاي، لكن هذا 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 يتروع حتى من المهب. خلاص ابوي سالفه هاي، شو اسمه جبل زيس، ما شو اسمه زيس، جبل خنزور، خنزور خنزور سنة. ايه فريج الخنازير سبنا. ايه والله كم ما زين من مكان يا ابراهيم، مكان حلو بس صراحه يخوف. طالت عمركم نحن في ضيافه الشيخ عبد الله بن حمد الشربي. شيخ شحال طال عمرك؟ نورت نورت. اول طال عمرك نحن ما ربنا نقول نحن وين جايين يا غير الحين عقب ما شاورناكم وهذا. الله يحفظك، جزاكم الله خير. نحن طالت عمركم لان الشيخ حق يروينا منتجع والشلالات لوريعه. لا لا بيرون مثال ما كان مركز. زين حبيت تجيب سيارة ولا تبي تمشي؟ لا لا بنزل عادي. ينزل ينزل عادي، مرة ينزل. لا لا بس ما ينزل، انا بتعبى فيه، ما يهمكم انتم. يلا ابوي عندي انا. تقبض قبض ابيك يا بيتي. والتوفيق. تعال ابوي عندي انا. لا لا مركز الجيل. لا لا ما بطلع. اليوم بكون معاكم في هاي الرحلة وبنعطيكم كل التفاصيل عن هذه المحمية، محمية وادي لوريعة في الفجيرة. اي محمية عبارة عن شو؟ المحمية طال عمرك هي عبارة عن محمية تم تأسيسها هني في الفجيرة. زين يا عثرتنا. إبراهيم شوف ها جريب، خلاص وصلنا. كله ولا والتوفيق مسكين. هتي هتي يا دادا، هتي هتي يا دادا، يا ابو حبو وبابا يا كل حبو وبابا. هتي هتي يا دادا، هتي هتي يا دادا. والله العظيم يا ابراهيم بدي اقول لك توحت الحابول في الشتاء. هذا ابوي تاحت الحابول في الشتاء، هذا ابوي الحين من اقبل الشتاء تاحوا الحابول هذا. ويت متيوح ابوي في نص الدنيا، في اخر الدنيا متيوح. هذا وادي لوريعة، شلالات 370 متر، سكن قديم 1370 متر، كهف الخفافيش 2460 متر يبعد. ها تحمد تحمد
يلا انزل على هاي يلا وصلنا حين هو ترى هذا مكسوره وتبرد سير بخليه يردونك بسياره هي هذا الطريق ما بوعر عادي لكن حاليا يعني ما شيء يصير وياي بسبب يعني ان شاء الله من خلاف من الله يشل الوباء هذا رب العالمين ويفكنا منه ان شاء الله بتتعدل الامور والناس بتبتدي تصير وتي ما شاء الله على الشيخ ما شاء الله على الشيخ اول واحد هناك نحن ابوي جايبين هالقالوصه ها زين طبعا المحميه الحين مقفله بسبب كوفيد 19 ان شاء الله على الايام الجايه ان شاء الله ارتب الامور والامور كلها بتكون اوكي ان شاء الله كان الجميع انه يقدر يجي المحميه هذه زين وامس واليوم شو مستوي والله في سياير جايه على الباب وناس جايه نبي نشوف خالد الخالدي ونشوف خالد الخالدي عشان شيء قلنا لهم ان المحميه مسكره حاليا لان لسلامتكم وسلامه الجميع إيه؟ ما نبغي اي شيء يصير فيكم داخل ان شاء الله فلذلك اللي بيجي ما بالحينه متى تبون لوالدتي والله ان شاء الله بس تروح الجائحه بس شويه تخف وهذا ومرحبا بالجميع في هذه المحميه محميه الفجيره محميه الوريع الفجيره ان شاء الله اسمع خلي المياه ها ابوي هذا النبع يطلع من الجبل يعني على طول لين برا هذا المنبع الاصلي هذا النبع اللي تشوفونه من النبع ولا من ناكل هذا لا عده ينابيع هذا واحد منهن هذا واحد منهن وين عاد ما في مجال يبو ما شاء الله بلادنا بلادنا غنيه غنية بالأماكن السياحية وغنية والأماكن اللي ما حد شدياها من سنين ما أدري ليش العرب ياسف في بيوته يعني يوم بتصيرون مكان شرق ولا غرب تجلسون تتكشتون دورون حصاج ديما بتصيرون دورونها وانتوا الحين في عين الماء في نص البلاد هالمكان حد يودره حد يودر هالطبيعة حد يودر هالمكان الفنان هي والله مكان جميل تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين حضرك الله يحفظك نعم من حضرك عبد الله الكندي طبعا عبد الله مرحبا ابو حميد نعم. مرحبا ابو حميد تشرفنا بشوفكم احنا اكثر طالب الله يرحم والديك يخليك ان شاء الله شكرا على حسن الضيافه الله يطول عمرك والله يخلي الشيخ ان شاء الله يطول عمرك من حمد نعم الله يبارك في حياتك طالب الشباب الله يحفظ نعم. الشيخ عبد الله بن حمد طالب نعم. اعماركم نعم. 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 الشرقي من الشباب ما شاء الله هواة الرياضه وهواة الرحلات ما شاء الله عليه بطل كمال الاجسام ورئيس اتحاد العاب القوة في الفجيرة في الامارات بكبرها هي رئيس اتحاد العاب القوة في دولة الامارات هي يا ابراهيم توفيق شوف ما شاء الله شوف 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 الطبيعة شوف الشيء شوف الشيء تبارك الرحمن ما شاء الله هذا المنبع هذا يمضي في عين الماء عين الماء هذه عين الماء شفتوها عين الماء هذه عين الماء هذا المنبع الرئيسي ويتفرع عاد يصير شرق وغرب ما شيء مكان ما يصير هالمكان هالمياه تيري من تحت الارض من فوق ما شاء الله تبارك الرحمن صوره محمد نفس حركتك في لندن شوف شوف المنسوب المياه شوفوا لين وين يرتفع هذا وقت الامطار وقت الاشياء هذا منسوب المياه شفتوا وين الخط الاصفر هذا يعني هذا يغدي غبه هذا يغدي غبه يوم يرتفع المنسوب الماء تم تيري الوديان وتيهم الامطار هذا وين يرتفع كم ارتفاع تقريبا كم متر والله يا طويل العمر ما له ثبات يعني ساعات تزيد ويرتفع على حسب الامطار سبحان الله ني الوسم طالت عماركم الواد متوج سيايرها هناك وهذه الحصه كل الناس هي اخواضه يخوضونه حدود المكان من هالمكان وين جالس الشيخ الله يحفظه هذا المكان شفتوا سيفه البحر شرات السيفه لين توصل هناك هناك عاد تسوي غبه 10 تمتار 8 تمتار على حسب الوقت وحسب الامطار تبارك الله هذا منك كله يدعك مره واحده ويمشي عاده كل ما زاد هذا الدفق
هذا سمعتوهم يقول دفق السيل في الضاحية، هذا دفق السيل يبني وهاي على الضواحي، يسجير الضواحي ويرويها دفق السيل في الضاحية، هذا معنات دفق السيل في الضاحية، هذا تجري الوديان والسيوح والسيول من هالمكان يستوي دفق السيل في الضاحية. صورنا لكم يا العام يوم كنا في المغرب، ونحن صورنا لكم الحين في دولة الإمارات في الفجيرة الحبيب الغالي. بس عاد تقدم هو الشيخ دوم تون هني والله في المواسم يعني يوم الجو مثل تشيني. نعم لكن ما شاء الله يقولون الشيخ قيض وشتاء. نعم. الماء موجود كل مكان وكل وقت. انا طال عمرك اسمع خطف عالي الشارع لكن ما تديت البقعه هذه ابدا ما تديت. الحمد لله من استلموها مركز تجير المغامرات. نعم طويل عمر الشيخ محمد بن محمد ولي عهد الجيره ما قصر. جزاه الله خير تمام يعني على المكان واهتمام انه تتم حميه ويتم مكان مرتب ونظيف بحيث الناس كلها تستانس وتنبسط فيه لكن الترتيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ترى عروق تحت الارض هاي البقعه اللي تشوفونها العين تروي العديد من النخيل والعديد من المزارع والعديد من الأماكن. ليش؟ عروق تحت الأرض وشي فلاي وشي اللي يضربون طويان ويسوون رقوق يذبون الماء فساعات يقل منسوب الماء هذا. ليش؟ كل من كثرة المزارع وكل من كثرة الطويان وكل من كثرة الرقوق خف المنسوب هذا ساعات يوصل من 8 إلى 10 أمتار. اسمك قلت لي؟ حسين حسين والله يا حسين سامحني شكلك ما بمال حسين حسين لازم شوي قصيروني مدبدب ويا حمر مدور والله سبحان ويكون شوي اقرع هذا حسين لك انت مال محمد مال ياسر اي والله اقول لك حسين شو من الحيوان فيها المحميه؟ فيها العديد من الحيوانات يعني والطيور. انت ممكن تعقل النظاره لو سمحت؟ ان شاء الله شكرا. فيها العديد من الحيوانات والطيور والزواحف هني وفي محميه هني حق حيوان الطهر العربي هي. هو مسمى الوعل هني عاطينا كل البيئه اللي يحتاجها هذا الحيوان عشان يتكاثر. سبحان الله. بدا هذا الحيوان بسبع تقريبا سبع حبات والحين الحمد لله واصل 60 حبة هني تبارك الرحمن. يتغذى من الماء يتغذى من الطبيعة هني الحيوان هذا ماخذ وايد راحته في الطبيعة قاعد يشرب قاعد ياكل من الطبيعة نفسها. أما اللي سوته سووا المسؤولين إن قاموا على حماية المكان سووا محمية سووا محمية جابوا ناس تشتغل هني عشان تتكاثر الحيوانات والمحمية بشكل عام يعني هي محمية طبيعية بما فيها من الحيوانات وهي الحيوانات هي تعيش مع الطبيعة بروحها بدون أي شيء يعني. يا رك الله يا إبراهيم سمعت شيء؟ سمعت شيء؟ نعم الشيخ الشيخ وخلارك عيونك عزر عليه يخلي يخبرنا عن بلاده بلادك الشي قلت لي اللي بدا الشيخ عبد الله لا 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 كان اهل مكه ادرى بشعابها نحن علينا ناخذ خبر منك الخبر مني بعد يوم بتوصلني بعد خبر زياده انزين بلادك شو المنتوج الزراعي شو اول كان يعتمد على الغليون وحاليا والله حاليا ما في شيء. هل صحيح ان الارض اللي يزرع فيها الغليون ما ينقض فيها شيء ثاني؟ لا 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 مو صحيح. كذب. يعني الحين السنه محصول غليون الحول يقدرون؟ يسوي يزرعوا شيء ثاني؟ هي. ممكن يستبدلوا لكن شو بيستبدلوا؟ اللي هو لكن هل ان مش المعلومه مش صحيحه الارض اللي اؤكد لك انا ابو بلادك الفرفار وكلها غليون ريج. اي انا وياه. ها لكن ما سويت تجارب يعني مثل احنا تعودنا نزرع هالمنطقه نزرع غليون خلاص نزرع غليون يعني بغليونكم ولا غليون المنيعي؟ لا المنيعي ما يخصني لا اخيار شو اخيار عاد المنيعي غليون المنيعي لو غليون الفرفار؟ لا 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 نحتاج ليش؟ من قال لنا غليون المنيعي؟ يقولونه لا 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 غليون المنيعي بالوصف يعني هي بالوصف هي هي لكن غليون الفرفار هي. معروف من البحرين شوف انت نعم ياخذونه من مهل البحرين عند بن يوسف شوف انت بعد البحرين اكبر تاجر ها غليون ياخذ من الفرفار نعم لا حول معروفه يا ربي انت نعم. انت واي عود الغليون انت متحيز انت متحيز للغليون ما شاء الله انت الدوخه ما اقول عنك شيء نعم الشيخ تفضل شو تقول لي اهل البحر منو هذا ماخذه محمد سليمان والله والنعم ممتاز واهل اهل البحر اهل البحر شوفوا سبحان الله عاده هذا اللي يميز جلسه الشيخ راعي البحر
راعي البر، راعي الطير، راعي السمك، راعي اليبل، راعي الغليون، راعي الغليون آه. فلذلك تلقط ربع الشيخ من كل شاعر المثقف المتدين من كل مكان، تلقط أي إنسان راعي ميلس، راعي برزة، راعي علم، راعي خبر، سواء كان شيخ، عالم، راعي منصة، يعني تلقط الليون من جميع الأطياف. فلا إنسان يلست ميالس الرجال اللي فيها خير تكتسب معلومات، تأخذ معلومة بر بحر أخير لك عن يسمونها الكليات الجامعة أو الجامعة، جامعة فيها جميع التخصصات. فهذه برزة الشيخ. هذا محلاهم يلحقها زيادة تنبول، وهذا اللي عيبني أنا، وهاي الشيخ متنقل لي القرص هذا، كل القروس كلها زينات يا غير، هذا أنا اللي حقي، حاطين لنا العسل، حاطين لنا الدبس، حاطين لنا خيرات الله كلها، الحمد لله. يارك الله يا أبو خالد، يارك الله يا أبو خالد. منو قدي يا أبوك؟ منو قدي؟ شوفوني ما تحاجة، هذا أبو يوم المعزب يحط لي أنا عسل، عاد وين الدنيا سايرة؟ لكن الشيخ لا تحط حق إبراهيم، ما في طويل العمر، حط الله عدوك بحامية اللهب، الله أكبر. الشيخ بس عليه عشان تصيح بسرعة. حزاك الله بخير صار بين ضحك يا ربي إبراهيم، يا الغيرة ما كثرها. خلي القصة الثانية حق الدبس، ترى كل شيء وله نوخة وله طلب، اللي الدبس ترى طعمه يختلف فرق السمع الأرض. حد ناس، حد من العرب يفضل الدبس عن العسل، حد من العرب يفضل الدبس عن العسل. بوميد بوميد ابوي راعي الفرفار، اخو الرجال هذا، اقول لك نعم احينه البقعة عليه فيها الغليون، تروم تزرع فيها يعني سنة زرعت غليون، موسم ثاني تروم تزرع شيء غير؟ ايه عادي اكيد. ها اكيد نعم. لان نحن خذنا المعلومه من اخوك وهو سالم، نحن اللي نعرف ان الغليون اذا يزرع في ارض قالوا ما ينزرع فيها شيء اخر. لا لا ينزرع عادي، احنا نزرع غليون عقب يزرع عقب وقصب واي شيء، لان هي الموسم الثاني. ايوه زين نحن طالب بميت بنيك ان شاء الله نبي نشوف زراعه الغليون وطريقته وموسمه وكل علومه. تعال يا حبيبي اذا بتي من الحين ترى نحن نبذر الغليون. لا نحن باب يوم قص الغليون، يوم حش الغليون، يوم قص الغليون على تعالي شهر 4 ان شاء زي. الله اذا تمينا من الحي ابوي ان شاء الله بنيك شهر 4 يوم وقت قص الغليون، تقصون القصه الاوليه والثانيه، بنبتدي نيكم ونشوف في المراويح الغليون، مال الغليون يسوون مرواحه. الحين انت وين ويا عبد الله وين قاعدين؟ وين ابليس مضيع عيال مكان سري؟ قالنا لا تطرون حق اخوي. تعرف ابراهيم توفيق؟ ابراهيم مبالي وياك. هي هالحلو. ابوك هذا ما شاء امس يوم حطوا هذه في خشمه بعد ليش؟ انا استغرب شو يا خشمه تقول قزوز فورد موستنج. لا اله الا الله. جزاك الله الخير ومشكور، ما قصرت ما عليك. جزاك الله الخير. سمعك ترى سمعك. يا انا مو بحبيبك جذري، نقطه اخر السطر. نقمك عاده، نقمه ابو خليل عاده. ناقم ابوي ثلثين، ناقم ثلثين هل العين ما بيي مره جذري، ناقم ثلثين هل العين ما يرمسون وياه والسبب. اقول لك ناقم ابوي ثلثين هل العين وهو السبب، لانه حد ما يقهر حد يقول له شيء. ايه شفت المبزاي هذا هو رابي براحة حساس الفريق. يعني انا الحين عندك رابي صح عاده رابي سمعت اقول لك رابي براحة موزب ساجيتين وين ما له ارتوت رابي في غتل، الله اكبر، هذا هو اللي رابي في غتل، والله يا ابوك ان رابي في غتل. نعم تبدا نعم رابي في غتل وتروي ابوي سواجي فلاي، واحد على اليمين واحد على اليسار، ويزاحوا بيدهين لا تنشبين. هي والله لا يقدر هالنمونه. الله يعينه. ان شاء الله ان شاء الله يوم وقت قص الغليون. لا انا الحين انا بحب توفيق على خشمه عشان يرضى. لا 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 صح يلا قال فيني انت قاعد تبين شو عليك كبرها عند الله كل قال ابوي في كبرها عند الله ما له. السلام عليكم. من حضرك؟ محمد.
بخير. الله من حضرك؟ مصطفى البلوشي. والله والنعم. يا مرحبا يا مرحبا يا مصطفى. شو تشتغل في هالمكان؟ والله طال عمرك مركز تجار المغامرات. ايه نفس التقويل حق ان شاء الله اطلعكم هايك اليوم. زين زين شكرا شكرا شكرا. سامحنا على ابراهيم ما بيروم يصير ما عنده راع الهايكينج. لا لا خلي ابراهيم. ابراهيم نحن ابوي بنسير عنك. الله يحفظك. وانت برايك نحن بنسير تحمل الله الله في ابو خليل. سامحه والله. هي هي نعم راعي شوه. راعي شو؟ راعي سمحه راعي ضبي راعي السوداء. بارك الله. عندنا يا اخوين سايرين نحن الحين؟ سايرين الشلال الثاني تقريبا حوالي كيلوين من الشلال الرئيسي. شلال ثاني بعد هناك. نعم. لذلك كهف بعض هناك. المسافه كلها كم طال عمرك؟ تقريبا من الشلال الاولي للشلال الثاني كيلوين مشي. زين تقريبا. هذا الطريق هذا هو. هذا حينه غير مسموح لنحدي ان شاء الله من عقب ما تشتل كورونا وربنا يفكنا منها حق ساعة مسموح حق كل اللي وعد ميو ان شاء الله. هذا مخطف الوادي سبحان الله. ايه. شوف المكان الظل براد وشويه يوم تظهر من الظل جدا الشمس تجيك الحروره شيء بسيط لا يذكر. وهذا الميره هذا اللي تشوفونه وقت الوديان وقت الامطار خطف. هذا ابوي ما يمشي لا اوادم ولا سيائر. شوف هاليبال شو قصهن. قصتن ابوي الوديان قصتن الوديان سبحان الله. لما تشوفون الطريق يمكن ميلي ميلين يمكن 2 كيلو 2 كيلو ونص لين نوصل الشلال الثاني هذاك. كيف حالك؟ حياك الله. شو اسمك؟ محمد أبو بكر. مرحبا مرحبا جاسم. حسين المكان هذا قبل القصب هذا قصب كان موجود ولا ينحش للحلال ولا شو سالفته؟ والله ايام قبل يعني كان ما في اهتمام الناس اللي تجي هني تاذي الاعشاب هذه وتاذي الحيوانات. من يوم ما صار المكان هذا محميه مثل ما تشوفون الحين يعني المكان كله طبيعي الحيوانات ماخذ راحتها الماي ماخذ راحته كل شيء يعني ناتشرال يعني 100%. زهرة الأوركيد الطبيعية الجبلية اللي منبتها ومنشأها الرئيسي يبالك انت يا شو يا الفجيرة. هذه هاي زهرة الأوركيد من شجرة الأوركيد وهذا موسمها الحينة. شوف ما شاء الله كمية كبيرة بلونها البنك اللي جنن. سبحانك يا رب سبحان من حباك يا الفجيرة بهالطبيعة الخلابة. سبحان 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 معظم شانه اللي الله من عليك بهالطبيعة وبهالجبال وبهالوديان وهل المخلوقات وهالأشجار اللي ما توجد في مكان ورب العالمين خصك انت بالذات. الحمد لله رب العالمين. ما بعد الضيج إلا الفرج وما بعد التعب إلا الراحة وما بعد الدراسة إلا النجاح وما بعد النجاح إلا الوظيفة الممتازة. شوفوا شوفوا بالله عليكم شوفوا هالمنظر شوفوا هالمنظر ما زينه تبارك الرحمن. أقولكم حضيض حضيض يا حظكم يا هالفجيرة يا حظكم يا شعب الإمارات في هالأماكن اختلاف التضاريس بر البحر السهل المزارع النخيل التكنولوجيا الجزر الحول شو بقولكم غبيب محيطات بحر شط كل شيء عندنا. هاي مو الاكتفاء الذاتي الرباني اللي من الله سبحانه وتعالى. فهذا ابوي الحين كله موجود عندنا الحين في دوله الامارات طبيعه خلابه تاخذ العقل منطقه. جزاهم الله كل خير اللي قايمين على انشاء هالمحميه الجميله الزينه. اي يا راعي الفرفاره ما اقول عنك شيء. الشيخ يا سعد حظكم في هالمكان. اي والله يا سعد حظكم في هالمكان يا سعد حظكم. ما شاء الله ما شاء الله هذاك القايد ها هذاك القايد ما شاء الله عليه وين ودانا اول واحد ما شاء الله عليك ما شاء الله. يبعيد عنا ابوي 500 متر مسيره. الشيخ هالمكان شو الحين؟ هذا الشلال الثاني الحين. ايوه كمل تمشي المنبع مال الشلال الثاني موجود جدا. زين شعلي ابو ابراهيم علومك والله من روعه لنا. انا يا ابوكم الروعه ورقم واحد والله اني فنان ومحجراتي بينا منها ورا اليبل هذا. الحين نمشي نمشي تلقى اليبل هذا
الطرف هذا يمشي الوادي وانت ساير، وهذا الطريق، طريق هذا لازم يكون حد ابوي نشيط، هذا المدقدق ابوي ما يروم يهني، المدقدق ما يروم، المدقدق مره ما باختصاصه الطرق هاي الوعره، ها مال هايكنج والبايكنج ما يسمونهم هاي ابوي اللي يقزون الدنيا كلها. شوف ما شاء الله ما شاء الله. شيخ كيف قلت لي؟ كيف توصلون الاول؟ احنا متعودين الشباب دائما ما شاء الله عليهم من طرف الوادي نمشي هانا نسبح ماي تقريبا يعني ها يوصل لين قريب رقبه اخاف محزم يوزه ايه نعم. وانت ماشي ليه توصلون عند الشلال؟ الشلال الثاني نعم، لكن اليوم بنخطف من فوق اساسا تعرف ما نتاخر على الجماعه، ما نتاخر على الجماعه ان شاء الله توكل على الله. تسمعون صوته؟ الاشياء اللي كان ما كان لها لازم، الكتيبة هاي ما كان لها لازم، حين حافظوا على المكان اللي بيجي ماشي كشرة ممنوع يعقد ولا لو شوفوا هاي الكتابة ها اللي يكتب يحط جرح الحب وقلب مجروح وحرفين وما ها شوف هذا في ها حرف الان بعد هي وهذا انك انت يعني خربت حين شيء معلم معالم الحياة ما شاء الله عليكم. لا الحمد لله نظيفة يا رك الله يا راعي الفرفاء يا رك الله يا رك الله يا الله روحك وياك يا الغالي روحك الطيبه. الحين الكتابات هاي القديمه اللي انكتبت هي ممنوع انك تستخدم عليها مواد كيماويه تنظفها عشان تزيل ال لانها غير صديقه للبيئه بتاثر على الماي وتاثر على كل شيء سبحان الله. تضطر انك تستخدم الاسلوب العادي حج ودواء شوي خفيف وها وبعد ما يروح سبحان الله. المكان ما بكل حد يروم يسلكه، مسلك صعب شويه ما بكل حد يروم. بعدنا ما وصلنا الحين هناك بنوصل وين الشحف هذاك الاول هاك اللي كنا عند دار المخيم وهذا طارت عماركم المنبع الثاني. المنبع الثالث عاد بعيد ولا فينا نوصله، حش علينا سكننا لو بعدنا يبوكم فينا قوي الحفاري، لكن المعلم ما تشوفون ما زلال 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 الماء. سبحانك يا رب سبحانك سبحانك يا رب. شوف الله عليكم زين وايد زين. جزاكم الله خير، شكرا على حسن الاستقبال، شكرا على حسن الضيافة. الله يبارك في حياتك. منبع وادي لوريعه، نحن حاليا في منبع وادي لوريعه، هذا اللي تشوفونه. ماء زلال زلال زلال، ماء رقم واحد، ها مكان يرد الروح يسوى العين وما العين. غلطان ليه ما يجي هالمكان، حافظ على الفجيره وعلى من اهتم ابوي في هالاماكن وتم قام على صيانته والمحافظه على هالمحميه الجميله جزاهم الله كل الخير على هالمشروع الجميل اللي ياخذ العقب اللي الهدف الرئيسي له الحفاظ على الطبيعه الخلابه اللي ماشي شرافته مناطق جميله وخلابه تسوى نوم العين. لكن ما قلنا لكم من الله يخف الجائحه هذه جائحه كورونا كلكم تعالوا الحين لا عقب ما يخلص الودا هذا والبلد. والله يا ابوك مين غير نمونه والله الحين ابني انا ما بقى ما انا بروح ما بروح هي اني ما بتسبح تغطت والله بارد 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 بفر غير نمونه والله يا ابوك اللي ما يجي ما في حاسيه فوق عن الزيزي هي والله تناديني كل براي كله شو يعني يستاهل المكان ضحيت ابوي بكل كلابيري لاجل هالتصوير اللي حكم انت. والله يا جماعة والله يا ابوكم يعني ما ودي اظهر ما ودي اظهر من هالمكان الفنان والله يا ابوكم غلطان اللي ما غلطان كم غلطان كم غلطان اي والله مكان في منتهى الروعة يستاهل العنوة عقب ما يخف عنا هالوباء وهالبلاء تقول ما حد ضاقه ها؟ هذا؟ هذا المنابع هذا تكون المنبع الخصوصي هذا هو المنبع هاي يسمونه مياه مب من تحت يظهر الينابيع هاي الأبطية يسمونها
يوم بتحفر طوي ما يظهر مثل الخنادق، هاي منهن اللي حفر الطويان، وشيء نبع من تحت وشيء نبع جانبي، هذا هو اللي يربونه منه ممسافي. ممسافي يظهر ابوي من هالابداع ويحط لين مصانعهم من هالابداع الفناني. المعتوبة اللي في لبنان نبع الصفا ونبع الصفا، لا تقول لي ابوي نبع الصفا ولا غير نبع الصفا، هذا ابوي نبع الوريعة، ها نبع الوريعة نبع الوريعة. يا الله يا رب تحفظ هالدار واهلها حكومة وشعبا، وتحفظ عن الدين وعن البغضة وعن الحشرة وعن سار الطويل وعن الرمسة وايد هالاشياء. مصطفى كهف الخفافيش وين؟ نعم موجود مره هنا 500 متر بس. بتودينا له؟ نعم نعم. حشي ابو كمان ازداد ابوي خفافيش. الحين ابوي متناقبين ويا الخفافيش من سمعنا هاي السالفه عنهم. لا تودينا حق خفافيش. لا بناكلهن ولا انا بقربهن، يعني العين ما تشوفهن. دخيل واديك لا تودينا ابوي عند الخفافيش ولا حتى اي شيء يشابه الخفافيش. اي والله ما شاء الله. الحين بقول نرد شيء ولا نرد وين ماينا؟ ترى ضارين ابوي نحن التحرى انا ما نعرف، نعرف الدنيا كلها. جزاك الله خير لك، انت نباك تطلع لنا الطريق السهل. انا ان شاء الله مره نرجع الطريق السهل. علمت اثرنا. تابعني انت؟ نفس الكركي والله متابعين. والله؟ انا واخوي عبد الله بعد. وشو بعد؟ متابعين. وشي مستفيدين؟ والله مستفيدين من الكلام والكلمات القديمه. وان شاء الله مصدق انت؟ وان شاء الله مصدق؟ ها؟ مصدقين كل شيء؟ ايه مصدقين كل شيء. الله يحفظك اسوي سوالف. بارك الله في حياتك، الله يسلمك. خير عالي يا مسؤول. انا محمد شو عندك؟ ليش؟ شو؟ ليش يعني؟ يا نقعنا صايح دبرك تفق عرفت بالعافية زغنا عليك. سلطان شو غدانا اليوم؟ هذا البياح المشوي زين، وهذا عد لي واحد زين، وهذا العيش الشيلاني سلطات زين، وهذا شو؟ الهامور. ايه افتح منك بالله عليك. وهذا شو بالله عليك؟ هذا صال صال، هذا هاي شغلتكم انتم. ايه هاي صالة من أجود أنواع الأسماك اللي تشتر فيها الفجيرة اللي هي الصالة هاي. وهذاك شو طلع عليك؟ ومين أبو مين؟ هذا شو؟ قرص. هذا قرص قرص العقب. وهذا
صافي صافي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الغلاية الغلاية هاي هاي أشهر ما يكون عندهم. هاي الغلاية نوع من أنواع العومة مقلاية. هي يقول لك أومة ما أكون مذمومة هي كذب اللي قال لك ما أكون مذمومة. اللي في الطرف هذا بعد صافي وهذا هذا تنعد هامور هامور لو تنعد هامور. إيه ما شاء الله تعرفون أنتم شغلي ما يبال رمسة ما يبال رمسة. هذه الكبار هذه الكبار ترى حماكم شوف لمبوي شوية النور ما شاء الله ما شاء الله زاد ما ناضي مرة متهتي هذا الرأس هذا راس تعرفون وين بيصير ما يبالك كلام راس العتوة شويون من العكر راجع على الهواء ما شاء الله ما شاء الله مشوي بن هذه أنا. هاي هي الغلاية هاي صالة ها؟ نعم. هاي الصالة. وهاي الغلاية. يبي هاي. هذا حقي أنا بالله عليك. هذا رأس الهامو. رأس الهامو رأس الهامو رأس هذه هذه تحيدونها الحمة الفتش هذه الحمة الفتش هذه عادة ما شيء خير عنها بالدنيا العودة. ها جوهرة من جواهر الرأس. أوه الحمل هي في الأسطار هاي الحمة الأسطار بالحلسطار يا سلام سلم الشيخ عبد الله شكرا على حسن الضيافة الله يحفظك ويسلمك بالعكس أنت نورت بلادك ودارك وأهلك الله يحفظك إن شاء الله مكان جميل وأكثر من جميل إيه والله الحمد لله بفضل جهود طول عمر الشيخ حمد حاكم فجيرة وولي العهد ما قصروا واهتموا في هاي الأماكن الطبيعية والأماكن هذه اللي تعرف لها تاريخ ولها أثر على المنطقة هذه الأماكن تعرف لها عناية ولها ترتيب خاص والحمد لله أن جهودهم فضلهم الحمد لله أن تعتبر هذه من أرقى المحميات ومسجلة في منظومة خاصة يعني على مستوى العالم الحمد لله كم مساحتها؟ والله مساحتها كبيرة ما يذكرني بالضبط الرقم لكن مساحتها كبيرة يعني وهي مربوطة بعدة مدن وقرى ثانية تابعة لإمارة الفجيرة من جهات وايدة بالعكس بالعكس نتمنى ان شاء الله انكم انتم استمتعتوا بالرحله ما تعبناك لا والله الا استانس الحمد لله الله يبارك فيك شكرا طال عمرك اللي يحاب يظهر اي كشته ولا رحله في هالاماكن الفجيره كلها الجماعه هذيل هاي الاثنين حال اللي تشوفونهم الو 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 الحبيب شو اسمك انت احمد احمد ولا اربيعك ها احمد وفادي عندهم ابوي هذا المشروع يبون ابوي قعدات والخيام هاي ترى داخلها شبرية وهذا الله يسلمك بعد مكان للراحة ويعني عندهم استعداد للمخيمات في اي مكان في الفجيرة هذا رقمهم وهذا عنوانهم واللي وهذا ترى مش اعلان هذا هذا دعم هذا دعم منه مش اعلان هذا للشركة شباب مجتهدين بارك الله فيهم ويستاهلون الدعم وهذا دعم منه لهم يبون كل شيء تتخيلونه بستاف كامل بالخدمات من أكل وشرب وخيام وكهرباء وكل الفراش كان يعني بيت بر ولا بحر هم اختصاصهم مع السلامة يا شباب شكرا جزيلا طال عماركم الله يحفظكم شكرا شكرا على كل ما قدمتوه وقف 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 شو خلينا نسير لا 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 بقول لك كلمه حقه ما حد يعرف لنا ها تعال اسمع ابو محمد شي يقول حق زوزو شي يقول اقول له انا اقول له على فكره من اول ما شفتك كنت مستثقل دمك غير طلع فقير زين هي والله ظلمتوني ظلمتوني والله العظيم انه خير ذاك الله الخير والله ما على شيفك والله ابراهيم والله العظيم رهيب اول ما شفتك يا ربي هذا ابو دم قريب ترى خفيف طيب ظهر فنان حليله سامحني كظالم منك ابدا والله هذا يقولون ابوي الاعجاب من اول نظره القلب من ناحيتك صافي طالع جزاك الله الجنة الله يرحم والديك مع السلامه يا شباب شكرا محمد يطول بعماركم والله انك تروح مشكله الله العظيم وين احنا وصلنا مشي سنة بالسيارة سير روح هم بالسيارة ودرب شيء طريق
اقول لك الطريق بكم دريبه؟ 200 متر مني على الدرج 200 متر. وهذا؟ هذا يمكن 300. كانت براي حتى لو 500. ما شايف سياره ولا نتعب ابراهيم. ما شايف سياره ابراهيم ما والله. عاد تونا متغدين. اسم الفندق الله يحفظك من الاول اسمه بلو دايموند، والحين فندق البحر. وان شاء الله بنعيد الساعتين تقريبا فيه، بنرتاح بنعيم من الله خير وبرد بنطوي دبي ان شاء الله. يأنا نحن يوم بنطوي دبي انه يعني بنبات من عقب دبي مول، او انه سرينا ابو ظبي، العلم عند الله. يأنا بتنا في دبي، ونبتنا في دبي بيكون في فندق أدرس داونتاون، في أدرس داونتاون بيكون بيتنا إن عزمنا نبات، وما عزمنا ترانا شفنا فينا هب وفينا نشاط، إن شاء الله نتوكل على الله نسري للعاصمة أبو ظبي. بالنسبة للي حاشريني تخبروني عن البرنيطة هذه، من وين لك يا أبو محمد؟ من وين ماخذنها؟ هذه جايتني هدية. بس بخبركم بالصدق، يعني ما كانت هدية، طلبة أنا طالب مني، يعني ما من عنده، طالب مني طلبة، والطالب مسدود من عنده. الله أعطني إياها، طارت أعماركم، طالبنها من يوسف ولد محمد رسول خوري أبو محمد يزاه الله خير، طلبته وعطاني إياها. جاب لي مبلغ وحدة 4 لو 5 وكابات بعد من غير، ومالات الرولكس هاي زين، ولحد يطلبني لأنه عيباتني وباهن العمري، ولو تنطر في خمرة واحد منكم من خاله ما شاف ولا سعث منهم، زينات وعيباتني، وأنا اللي عيبني يوده العمري ولا أعطيه حد. نعم اللي يوزري أنا ما أعطيه حد أبدا، يوده العمري روحي. نعم بس عسى ما حد يسحشرني وين وين وين. ياكم إن الله راد، بنريح لنا ساعة ساعتين ونسير جدا. بارك الله فيكم يا ربي، يا هو بحر، يا هو مكان، يا هي دنيا، ما شاء الله عليها من داق، تبارك الرحمن. هي أقولكم وبنسير إن شاء الله دبي إذا الله جعلنا من الحين. الطرف الثاني حوض سباحة ودنيا وعلم وخبرها، ما شاء الله تبارك الله، رقع عليها رضوان من الله، ما شاء الله تبارك الله. منظر جميل، فجير ما شاء الله، جميلة جميلة للغاية، جميلة إلى أبعد الحدود تبارك الرحمن. وصلك ال 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 وصلني في ايدي وانا زين اني في الفجيره. سبحان الله، الله في البحر. شفت قلت ردوني الفندق، الرجال في الفندق يبعد. انزين انزين، وانا على وعدي وعلى حلفي. هذا شو نحن قبل شو متفقين على شو؟ متفقين هب اتفاق نحن. انا جيتكم وصليت عندكم، هي دعوه بدون داعي، هي صدفه كانت. كانت صدفه، كنا نصلي المغرب على البحر في الشويهات. شويهات نعم صحيح، وكان في الشتاء. انزين كان شهر 3 يا شهر 2 3. انزين انزين، وصورت لنا الكرفانات اللي هي تصنيعكم انتم، هاي الكرفانات الفنان اللي على الطاقه الشمسيه. ايوه وعدناكم بوحده. هي هل انا طلبت؟ لا انت روحكم. لا لا لا، عطيه من عندنا. انزين عطية. وانا قبلت العطيه، العطيه ما ترد. هاك الحين ربع وياك؟ اي هذا نواخذ، هاي نواخذ، ها كله من هال الغربيه، هل اللي بتسوي ابوك مال تايلاند مال غربيه. انزين وين احنا؟ انزين زين اوكي انزين، واحنا قلطنا عليك وحده. نعم وان شاء الله كان هو اتفاقنا انه يصير مشروع لهم، وكان مخطط كل شيء. نعم بس جت نجاح الكورونا وتوقف كل شيء. نعم والله ما دق المسمار ولا بعنا حبه. انزين كان يعني شعورنا ان نعطي قبل الانستغرام مالكم كم متابع فيه؟ ما فتحنا. انزين يوم عقب الاعلان، الاعلان جديد فتحناه عندك ادري، وعقب ولع شفت. هلا الحين الانستغرام، حد راح الانستغرام، بنينا الانستغرام، بنينا الواتساب. هي هي الحين ما اقدر اسوي شيء، يعني كورونا ما اقدر، وقفنا. بس ان شاء الله باذن الله وقفت
المصيبه هاللي علينا هي ان نفتح مشروع انزين على الوعد عنب وين بتري لين توقف كورونا اي ترى ترينوك احنا بعد تريوك لا لا ترى بلا تريوا اكيد الدنيا ابوي ماشي بدو بكورونا بدو كورونا صانع وقفت زين وانتم عنبهم مصنع انتم يا ابوك ناس فنانين ما شاء الله ما يغلبكم ما غلبكم الا الموت انتم هالغربيه انت نبدا لا خلينا منك شكرا بارك الله فيك والى اللقاء ان شاء الله في ليوا وضواحيها ان شاء الله لا خلينا منك ترى انتم ما بمعذور تري الكربانيين ما يخصني وقفتوا ما وقفتوا انا تري ما بتري لين تطير كورونا وكورونا ابوي لو بتطير طارت مقيضة وبشتي الله يحفظكم ويحفظك يلا نحن إن شاء الله متوكلين على الله سارين دبي الله يحفظك يلا يا مرحبا وهذا أنا شوف سبحان الله يوم الله يريد الجيت تم صدفة في الشويهات وكانوا بسوين مشروع جميل وبداية المشروع ظهروا بهم روحهم في البر عيبني وصورت لهم إياه مش كإعلان كان كاندهاش وتشجيع يعني ما شاء الله ان شباب ما شاء الله في الغربي مسوين تصنيع كربانات على الطاقه الشمسيه وعيبني الموضوع وفرحت لهم واللي فات انت خرب الله هالتليفونات اللي ما توجف انزين واليوم الصبح خطفت سنه كامله ما حد رد علي منيني ويوم عدى اليوم الصبح طرى علي الموضوع يمشت الكربانات هاي القالوصات اللي على البحر في دبي مشاهدات حجرتي المراد ترى اضطر شولهم ابوي الفيديو وياهم واليوم الجيد تم في الصدفه بدبي في الفجيره شوف انتم كلها صدف مصدف اللهم لك الحمد وصلنا طالت عماكم بحفظ الله ورعايته عاش فيك شبيه اماره دبي الحبيبه دبي مود وقفنا السياره والحين بنتوكل على يلا خلي لازم يخبرني عن اسمه بصوت عالي ويخبرني في اي صف بعد ايه يلا اول بادي شو اسمه راشد حسين راشد حسين صح هاي نجحت فيها زين اي صف اول ثلاثة اول ثلاثة زين في اي كرسي انت جالس في الصف صف تعال عدالي شوف في القدام ولا ورا ميرزينك ورا تعرف ليش بيسيرك ورا اي واحد شاطر يسون ورا والكسلان يسون قدام لانه اصلي فلذلك يسون قدام على حسب انه يسمع زين ما زين زين ما شفت حد اللي يسأل عن صلاح وهالرجال الحين العام تلاقينا والسنة تلاقينا وكل ما أشوفه وين صلاح وين صلاح ليش يا أخوك أرتاح والله بمن أشوفه من يضحك ابتسامته وضحكت يروح أدخل يعني تسلم ما شاء الله عليه الله يحفظه زين أنا ما عرفت من كل بالعنود بالعنود والله مرحبا يلا تنحى دبي دبي والله ما حصلت الستي كل ما تروح مكان حصلت بدون ما اسالك انت منو وكل مره تسالني عفوا حتى ابو ظبي لحقت والحين في المارينا والله ما اتذكر وتسال اذكرك يعني ما بحزنك نورت البيت واحد يقول الحمد لله كيف الخاطر كيف والله عليك ابو خليل انت شفته يقول لك ما في كرش ما في كرش ابراهيم يقول لك ماشي بطل خلاص ما نشوفها ان شاء الله بيخف في الغالي خلاص نعم عاده لكن اسبوعين يسوي انا عطسني المشكله هاي راحت علي ابو محمد العطسه عطس عطس يا ابوك ارتيت براويك منظر قلما يكون موجود حاليا يعني اختفى تقريبا من الوجود بالاخص في دوله الامارات هالمنظر كان يكون موجود قبل الاعراس او على في المواسم يظهر القيط بيدخل الشتاء او وقت الوقت يعني له مناسبات عديده يعني والناس يعني الفنانين بين فتره والثانيه سووا الشيء هذا في دبي مول هذا موجود هذا ابوي يوم اي موسم ولا وقت ولا تصنيف الناس شت راحت البيت وجابت ابوي منو القطان المضرب ضربوا ابوي المخاد والدواسج كلهن
تلقط النداف يشتغل في نص البيت، يشل من الطرف هذا والطرف هذا، دنقو 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 لين خلاف نشى ابوي وضربوا ابوي المطارح والدواشق والمخاد، نشى خذوا لهم تلابيس جديده صاروا الشارجه، يصيرون لين الشارجه يتعنون عنوه عنون لين الشارجه، لو شيء اللي يخيطون الويوه ويخيطون المخاد، هذا كله موجود في كل بقعه في كل اماره. لكن جماعتنا واللي انا اعرفهم اغلب الناس يعني ضروري يصيرون وين الشارجه، يتريون الوقت بخصوص ما بيصيرون ليه، لازم يصيرون الشارجه، ياخذون الشو ويوه مخاد ويوه المطارح والدواشج ويضربون المطارحهم، ياخذون بعد حتى الخلق اللي حق تضريب المطارح ياخذونه من الشارجه، اذا المطرح ثقيل يا بول عند المضرب فبضبي ولبسه وابوي الدوشق عند المضرب اللي هو ابوظبي، ما يودون الدوشق. ليش؟ الدوشق عادة يكون ثجيل، فيوم يكون الدوشق ثجيل ما يرومون يشلونه، يكون وزنه 30 كيلو 40 كيلو 25 كيلو، فيحتدون انه يخلون الدوشق ويأخذون بس القياس، يكون متر ونص في متر ونص او مترين في متر وربع، وعلى هالمنوال ما يشلونه يكون ثجيل، وياخذوا هاي لاك يشبرونهن بالشبر 4 في 3 اللي هن المخاد، ياخذون يخيطونهن هناك ويبونهن ويسوون تلابيس في وين في بضبي بس يلبسونهن. يلا عيبني الموضوع اول مره اشوفه من سنين بعد كذا نسيته هنا. ها ليش نضارب؟ شفت مضارب؟ لا لا احنا مسالمين يمكن هاي لك انت الله وقتك الشكل يخدع شيء يخدع الله اكبر تعرف سعود البومه والله نهلم ويجعي والله انا بني الله ما اعرف والله والنعم والله تحرك تعرف والله 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 شكلكم غير بي الله يحفظكم انت ما خبرت انت من وحين انت من وين انت من وين انت من وين انا خالد وانت ما تبغى حبيبي الله ييسر اموركم لازم تقول انت منو قبل ماك حمد 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 انت حمد احمد فيديو ثاني في ديزاين ها توترنا شيء لا خلاص فيديو واحد هي واحد أفضل. حمد حمد انت ابوك اسمه حمد ابوي حمد 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 انت اسمك حمد حمد ولا حمد احمد حمد احمد عجيب تراي وانت ابوي والنعم ابو ابو هناد مشكورين حبيبي انتم من هالدبي من هالوين هالدبي والله والنعم يعني من الامارات من الامارات والله مليون مرحبا بكم شو الدراسه شو الاخبار شو اللي شيء تباعد وما شيء كورونا زين 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 زي. الله ييسر اموركم امين وياك ان شاء الله تعرفون ليش انا اختار فنادق اعمار وربكم يا ريت تعبدوني من اول ما قبلت اعطيتهم بس مجرد تخبرهم الاسم وتسوي الحجز من اول ما تي ورد اوركيز ها زهبات المفاتيح ما شي ابوي did how long did I wait now like 3 دقائق thank you for that much of quick of service. Thank you very much. الحمد لله سلامة. أهلين ازيك؟ الحمد لله. كيف الحين جهزتوا انتوا هالفاتيح بهالسرعة؟ We are making everything ready for our VIPs. ما شاء الله، أنت بكبرك VIP. الله يخليك، الله يخليك. شرف تعاون مع حضرتك. مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا. مرحبا بك. محمد تلاقيت وياك مرة في مصر تتذكر؟ في مصر أم الدنيا. أم الدنيا. نعم. كنت نازل في فور سيزون. نعم. والمرة الثانية في أبو ظبي. شوف انت ارس هي حد من الظواهر من الظواهر نعم نعم انت الشعالي الشعالي نعم ما شاء الله عليك كيف حالك الحمد لله بخير سالم اخبارك وسهلا ابوي شو اخبارك طيب ان شاء الله منور دبي الفندق هذا انت اي نتقهوى طال عمرك بس انت اللي منور دبي طال عمرك الله يبارك فيك جاي من الفجيره يمكن اي ما شاء الله السلام جزاك الله خير السلام الغالي مع السلامه تعطونا حينا Spa Fountain Suite with Jacuzzi and Terrace. Spa Suite with Jacuzzi and Terrace. Hey. And Junior Suite. الله هذا كله حقنا الحين.
شكرا 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 مجموعة إعمار على كل ما تقدمونه. الله يخليك، بارك الله فيكم. شكرا شكرا شكرا. لكن بعد قميضة نحن ليوم واحد، اليوم باسل إن شاء الله برد بوظبي، لكن إن شاء الله الجايات أكثر إن شاء الله بإذن الله. من أجمل الفنادق، الله يخليك، من أجمل فنادق البيت كلها جميلة، لكن أدرس داون تاون من أجملها، متربع على العرش، هو سكاي فيو، كلهن زينات، لكن هاي العادة بزودهن. شرفينا وجود حضرتك معنا. أنا نسي اسمك عادل أظني، وليد لو عادل. قال لي الشرف مقابلة حضرتك من قبل. سبحان الله، بارك الله فيك. الله شكرا أبوي. أبوي. والله أنا راقي. والله مليار. الله يسلمك الله يخليك. مقيم ولا زائر؟ نعم مقيم، أنا من بلس علي. نعم 20 سنة هنا. إن شاء الله. يعني 20 سنة؟ 22 سنة. انت عبارة ما بعراقي، أيوة. انت مواطن يعني؟ مواطن والله. والله مرحبا، والله تشرفنا فيك. انت من الناس اللي نحبها صراحة ونتابعها. لا بأ... الله يحفظك ويخليك ان شاء الله. وهربا عكمنو اللي وياك. ما يهمنا عراقيين وياي. هي. همنا صار لهم 15 سنة. 15 سنة ولا؟ هذا 15 سنة. هذا 15 سنة. زين وهذا؟ وهذا براء صار له 5 سنين. 50 سنة؟ 5. خمس سنين ايه. وان شاء الله نبقى 50 سنه ان شاء الله. ان شاء الله انتوا ناس ظاهرين من دار طيبه، طيب طيب ما يسوي لك كل شيء طيب. الله يخليك طيب. الله يحفظكم. مبسوطين في هالدار والله؟ كل شيء زين الحمد لله. شو تقول تسوون ده ادرس داون؟ والله احنا هنا صديقي نازل عند شقه هنا موجود. وين منهم هذا؟ هذا صيروني عنده شقه في ادرس داون تاون قرب الله تعالى الكمبني هذا. ايه لا بس بالتجارة؟ ايه بالتجارة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالتجارة يعني. ايه بس انا هذا اقول لك كل ذي كل قصير. ايه مكير. هي مكير وعفتنا. ما شاء الله عليك. لا لا بس هو اسمه براء. اسمه براء. يا ابوي كمبني عود هذا. ما شاء الله عليك. الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. الله يخليك. فرصة سعيدة تشرفنا بشوفكم. مرحبا مرحبا. مين هاي الحرمة؟ موز بنت نيم السويدي هاي. راعية الخان. نعم. مرحبا براعية الخان. لا خلينا من الأسمك. ما تفت مول من السناب. ما. خالد الخالدي وخالد ذبحتنا. أقول عنها شيء على الله. ديت تم سوي عملية في عينه. هاي الوالدة؟ نعم. الله يطول. وتموت فيك نعم. وأنا أبوي أموت في هل الخان. موز بنت نيم السويدي. بنت نيم أبوي لا تنسين. ضروري ابوي نيان الخان اني تقهوى عندي شلون في نيان الخان بتوصلها ان شاء الله عيوني حبيبي وبن انا ولد بطي بطي يا مرحبا يا مرحبا يدلعونك الاول يا بس غيرون بطي بطي ولا بطيان بطوي وكل تودين الحلاق تقرعني اخي ذبحتنا كل ما يصير يا خالد الخالدي ذبحتنا ضيفي بالسناب لا وقفوه ما ينزل سنابات ما يسوي قلت له بيرد ما عليه ثلاث ساعتين الله يحفظك عرفتوا اللي يجيب الناس كلها الهدوء ويجيب الناس ابويه الترتيب الفنان ويجيب الناس ابويه اللوبي الغاوي والترتيب اللي ما شيء شراته هذا اللي يجيب العرب حسب شي تلقطون المكان دوما الافترنون لانش وهي كلهم مزرات كلهم مزرات صبح ومساء ويوم بيهم ابوي العميل سووا له ابو قريته ما يسووا له وايد الاشياء اللي يسوونها حق العميل اللي شراته ما سووا لنا نحن هي والله حليلهم الحين شو هالستيكر محطوط؟ هذا الستيكر حق الغرفه هاي وين قسمي انا؟ معمولات حجرتي وين انا؟ 930 ابراهيم وين حجرته؟ هذا احكي والله جيران انا وانت هي انا والامر جيران هي والله يلا الحين الستيكر هذا اللزقه يعني عباره يعني طافي من الغرفه تعقمت وما حدا دخل عليها شوف انت هذا ابو بيتنا ها بيت حجرتي يا سلام يا سلام يا سلام اصبر تعال 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 لا تسير الحين اصبر براويك مكاني بيتي حجرتي خلاص تعبانين لا لا ما شيء تعب كاد الملح انت شو مقدم المجيبه المتسله هذا السي فيو الفيو مال حجره بيتنا يا ربي وين اللي تات ابوي شيء جاكوزي هي الجاكوزي خاري بالليل وين اللي تات ابو الناس الكود هذا يا سلام يا سلام يا سلام والله شوف الاطلاله اي والله شوف هذا انزل تحولتوا كلكم عندي انا هني بعيده برك انا ابو هذا روحي بس تاحش ابو في هالمكان ابراهيم تعال عندي سكن لا ما بروحي ابويا برتاح عثره وانا ابو ده انا ما في انا أخر. الله اكبر ها هذا ها بيمول لبرا بينه وبينه شبر
تلومون العرب لها تخبلت ابوي على دبي، تخبلت على دبي، دبي ابوي كل ما فيها زين. خليتنا واصلين من الوقت. تبارك الرحمن خير الخالقين. هاي الصالة، الصالة روح ما شاء الله مركب خيل، وهذا كبت كم مكبرة بعد، وهذا غرفة النوم طلعت عمارته، غرفة النوم شبريته، هات حيدوها اللي يحطون عليه شرات المتو بيكون مثل ما المتو هالقفة ما المتو، لكن هاي يعلقون عليه ثياب ولا شياته. جميل والله، جميل ستاند فنان أول مرة أشوفه، لكن أعطني مال ثياب بيكون هذا على ما تشوفه مركب خيل. خيبة 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 قصدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيه له مدخلين، مدخل شيء مدخل شيء. أيوة شوف أنت ما شاء الله تبارك الرحمن. لا ما بنسوي إيرلي تشيك أوت، بنسوي بوي لي تشيك أوت. التشيك أوت مالنا متى؟ تقول الوقت وأنا أحضر الوقت اللي أنا ما دريت أنكم ذاهبين لهالشيء الغاوي. تشيك اوت يكون الساعة 12 بس تحتاج لي تشيك اوت من حضرتك. سووا لنا لي تشيك اوت. متى عادة؟ اللي رايح حضرتك كل الوقت اللي محتاج ولا بعده. خمس زينة؟ حضري. يعلك تسلم، ما بزيدون علينا فلوس؟ لا ما بنزيد شيء. حضرتك معنا شرف فينا. بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك.